السلام عليكم، مساء الخير عليكم كاملين اصدقاء متابعين مشاهدين ديال قناه اليوتيوب. معكم عصام، تحيه طيبه لكم وتحيه طيبه للجميع مشاهدين ومشاهدات القناه في هذا العدد وفي هذه الحلقه جديده من اناليز تيرسي كوارتي كانتي بلس. فكنتمنى للجميع مره اخرى دوام الصحه والعافيه وتكونوا مرتاحين البال وتكونوا في امان الله. اذا نهار الخميس ديريكسيون لي بودروم ديال ليون باري اللي لعجر فيه تيرسي كوارتي كانتي بلس ديالنا رينو اون لا بروميير كورس ديال البروغرام لو غران بري ديال ليون باري اللي هاد لا كورس هادي اللي غادي يكون ديبار ديالها مع 11:50 اونديكاب ديفيزي بروميير ايبروف. لا ريفيرونس غادي تكون هي زائد 20.5 وغادي نجرو في المسافه الكلاسيكيه ديال 2400 متر. بقاو معنا غير 15 ديال لي باردو بعد ما الرقم 6 نون باردون دوفيس هذا الرقم 6. دونك بقاو معنا غير 15 ديال لي باردون اللي غادي يكون السن ديالهم 4 سنين وما فوق. دونك 5 ديال الخيل عندهم 4 سنين وغادي يكونوا معنا جوج ديال الفيميل ديال لونترينمون ديال جو ماري بيغيني في البروغرام ديال الكانتين. بغيت نذكر على ان ليون باغيلي فحنا كندورو اغوش دونك بحال لي بودروم ديال السانكلو تيران ما غاديش يكون سوبل، غادي اثر شويه على بعض الخيل اللي كيبغيو هاد تيران سوبل. مي تيران كيانونسيو 3.4 بون سوبل. دونك هادشي اللي كاين وهذا هو الديبغيف وهذا هو الديكور ديال كانتي بلس ديالنا ديال نهار الخميس في البودروم ديال ليون باغيلي. فنبغي نذكر مره اخرى على انه غادي يكون عندنا كوارتي في الوحده و 52 دقيقه وغادي يكون عندنا كانتي بلس في 6:04. دونك هادشي اللي كاين هو البروغرام ديال غدا، كنتمنى الجميع بون شونس. اذا نبداو هاد الاناليز ديال الكانتي ديال نهار الخميس في البودروم ديال ليون باغيلي مع الرقم 1 بيغ كول هاد الهونغر ديال 5 سنين لونترينمون ديال كريستوف فيرلون ولامون ديال ماكسيم غيون. عاود لي اون بلان فورم وشفناه دار لا فورم ديالو وربح لينا الكانتي بلس الكرون دي كاب ديال لي باك اللي كان في 17/4 في البودروم ديال الباغي لونشون بلا فالور ديال 36 هذاك النهار. فبان على انه ربح فاسيل، فهداك الشيء علاش لي زون دي كابور دونك ما عطلوش وعطاو ان فالور اللي كبيره اللي هي 40.5. دونك واش باقي عنده لا مارج وباقي عنده فين يزيد وباقي عنده يعني شويه ديال لا مارج باش يهز هذا البوا هذا ولا لا؟ فهادشي اللي غادي نشوفوه غدا. غادي نعطي بروميير شونس، عاود لي ريغولي كيدير كاع لي كورس ديالو 40.5 ممكن علاش لا ياخذ بان 4-5 بلاس. فغادي نطونتي بروميير شونس رقم 1 بيغ كول. رقم 2 الكترون ليبر هاد الهونغر ديال 7 سنين هونغر اللي شفناه حتى هو رجع لا فورم ديالو ورجع كيدير دي كورس مزيانين ملي جا لونطريمون ديال كريستوف اسكودير وشفناه لقى لو جوغ ديالو وربح الكانتي بلوس ديال 10-3 في البودروم ديال سانكلو بلا فالور ديال 36.5. فلوجيكمون ملي كتربح اونديكاب وكتربح كانتي فكتبيناليزا وكتزاد في البوا، فهداك الشيء اللي كان 3 كيلو اللي تزادت عليه شفناه جرى بها الكانتي ديال 2-4 في البودروم ديال سانكلو وكان مع كريستوف سوميون وكان تقريبا مشى ملعوب هذاك النهار ما دارش لا كورس ديالو سالا نون بلاسي. دونك ما عرفتش واش ما كانش عنده باركور مزيان واش ما كانش في نهارو ولا لا فالور اللي طلعات هي اللي اثرت عليه انه ما دارش لا كورس ديالو. فمره اخرى غادي نعطيه بروميير شونس ونبغي نشوفو مره اخرى في هاد لا فالور ديال 39.5 مادام انه غادي يكون عنده لونترينور كريستوف اسكودير اللي كنعرفو باغمي لي ميور يعني في لو سود ولا في هاد لا ريجيون ديال فرنسا. فغادي نطونتي بروميير شونس الكترون ليبر رقم 2. رقم 3 سيرسي هاد لا فيميل ديال 5 سنين غادي تكون اول فيميل معنا في الديبار واول باردون ديال لونترينمون ديال جو ماري بيغيني اللي عنده جوج ديال لي فيميل في الكانتي ديال غدا وهما جوج ديال لي فيميل اللي معنا في البروغرام. دونك اون فيميل اللي عندها لا كاليتي بكل بساطه لان ربحت لنا البخي ديال الفاج في 31/10 الكانتي بلوس اللي كيجرى في البودوم ديال 5 لو كنعرفوا هذا البخي هذا. دونك بخي اللي ربحته لنا في التيران لوغ بلا فالور ديال 36 فلوجيكمون تبيناليزات ولوجيكمون لونتوراج ديالها عطاها شويه ديال لي فاكونس وشفناها انها كانت موقفه لا كومبيتيسيون من لا فيكتوار ديالها في البخي ديال الفاج في 31/10 فدارت لا غونتخي ديالها في 8/4 في نفس التيران ديال سانكلو. كاتخيام بلاس كتبان ليا فالابل لان سالات لنا في لا كاتخيام بلاس وما كانتش بعيده على الماكادو غري العود اللي شفناه في الكانتي بلوس نهار 3 مع كريستوف سوميو رقم 5 سالا كاتخيام. دونك اون غونتخي كتبان ليا مقبوله
غدا غادي تلقى لاكورد اغوش اللي كديرها مزيان. التيران ممكن ياثر عليها شويه لان كنعرفوا انها ان فيم اللي كتبغي يقدر يكونوا شويه لوغ كتكون مزيانه فيهم ولا تري سوبل، مي كنظن انها ان فيم اللي عندها لا كاليتي على الاقل ان بروميير شونس بور لي بتيت بلاس. ف بروميير شونس سيرس رقم 3. رقم 4 طونكور، هاد الهونغر ديال 6 سنين، هونغر اللي شفناه في البداية ديال لا كارير ديالو كان عنده لا كازاك ديال اغيسون نورمو وكان عنده لونطريمون ديال ادوار مونفور، وشفنا انه البدايات ديالو في اللي كانت ما كانتش سهله لان لي زونديكابور فكانوا كيستيموه فالور كبيره بزاف اللي هي 43 ونص، دونك ما كانش كيلقى دي كورس ساهلين، مي كوميمكن كيدير الماكسيموم ديالو وكان مره كياخذ دي بلاس بهاد لا فالور الكبيره. فشفناه حتى هو يا بدل لونطوراج ديالو هاد العام هذا، وشفناه بدل لوكوري وجا عدد ماتيو بيتار اللي حتى هو يا نقدر نقول انه دار مع دي كورس مقبولين، منهم لا كورس ديال 20-3 اللي كانت فات التيران هذا ديال ليون باغيلي، وفاد ماشي فاد الباركور ديال 2400 في 2200 وسالا في لا تخوازيام بلاس. عجبتني ديك لا كورس، سالا قريب الخيل اللي عندهم فالور ديال 44، ممكن تكون انسين مزيانه لهاد العود هذا. فالور دابا ديالو ديال 39 فهاد لا كاتيجوري هادي كتبان ليا كتخلي لي اون تيت بروميير شونس، فغادي ندير كود بوكر وغادي نحطو في لا تيت ديال السيليكسيون ديال هاد الرقم 4 طونكور اللي كنظن على انه عاود اللي عنده لا كاليتي وكيستاهل انه شي نهار يربح الكانتي بلوس ديالو. بروميير شونس طونكور رقم 4. رقم 5 ماكي هاد المال ديال 50 غادي يكون اول بارتون ديال لونطريمون جون بيير غوفان اللي عنده 4 ديال لي بارتون في الكانتي ديال غدا، فلوجيك لانه جون بيير غوفان كنعرفو بارمي لي ميور انترينور في لا ريجيون ديال ليون باريلي، فلوجيك انه غادي اونجاجي 4 ديال لي بارتون في هاد الكرون بري وغادي يحاول ما امكن انه يخليه يعني يخليه ليه ويربحوا هاد البخي هذا. المهم هاد ماكي شفناه حتى هو ربح لنا لا كورس ريفيرونس اللي كانت في هاد الباركور هذا في 14-4، ان كورس اللي كان استفد من لا ديشارج اللي كانت عند فام جوكيت اللي كانت عنده داك النار ضيفي اللي شفناها عطاتو ان باركور مزيان في لاكورد وربح فاسيلمون. دونك غدا غادي تبدلوا بزاف ديال الحوايج، منهم انه ما غاديش تكون عنده لا ديشارج، فطوني بيكون ما غاديش يستافد من لا ديشارج، هادي لوجيك، ونقدو نزيدو عليها انه تبيناليزا ودازت لافالور ديالو من 35 ل 37، فكيبان على انه غادي يلقى ان كورس اللي ما غاديش تكون سهله، غادي نغامر ونعطي دوزيام شونس ونشوف واش غادي يدير لنا ميزاجور في لي كانتي لانه عنده ثلاثه ديال لي كانتي لصوت لصوره، غادي نعطي دوزيام شونس ماكي رقم 5. رقم 7 نونسي، هاد لا فيميل ديال 5 سنين، تاني فيميل ديال لونطريمون ديال جوماري بيغيني وتاني فيميل معنا في الديبار ديال الكانتي. هاد لا فيميل هادي اللي شفناها يعني ان فانكو في هاد 2022، دونك جرا جوج ديال لي كورس ما خسرت فيهم حتى شي كورسه، مي كلهم كانوا في البيس اون سابل فيبغي، ونقدو نزيدو عليهم لا فيكتوار اللي كانت عندها في شهر 11 ديال 2020 وتا هي كانت في البيس اون سابل فيبغي، فنقدو نقولو لانها ان فيميل اللي كتكون مرتاحه في البيس اون سابل فيبغي وفي الرمله. هاد لا فيميل هادي فمره اخرى غادي ترجع اللي كانتي وغادي ترجع للغازون، واش غادي تستافد من لا فورم اللي عندها ولا ممكن يكون الغازون يعني علامه استفهام بالنسبه لهاد لا فيميل هادي. غادي نعطيها دوزيام شونس ونبغي نشوفها كيفاش غادي تجري في الغازون. هاد الرقم 7 نيونسي واخا لا فيكتوار ديال 1-4 في الشونتي بانت لي ربحات فاسيل، يعني مرتاحه هذاك النهار، واش غادي تترجم هادشي غدا ولا لا؟ على قبل لو غوتور الكازون غنعطي دوزيام شونس نونسي الرقم 7. رقم 8 ماغ كان، هاد الهونغر ديال 5 سنين، هونغر اللي شفناه في البداية ديال لا كارير ديالو كان عنده لا كازاك ديال ليكوري شالهوب وكان عند لونطريمون ديال جون ادوار هاموند، دونك هاد الهونغر هذا اللي توا شفناه بدل ليكوري ديالو ووصل مؤخرا عند جون بيير غوفان اللي جرى معاه اول كورسه كانت في 14-4 لا لين ولا كورس ريفيرونس ديال 14-4 سالا دوزيام، هذاك النهار ما كانش بعيد على ماكي العود ديال بيير غوفان، دونك كان قريب انه حتى هو يربح. فاللي كاين هو انه غادي يرجع لا كاتيجوري ديال اللي كانت بلوس ثلاثه ديال اللي كانت لا صوت لا صوره، شفنا لا فورم واش لا لين ديال 14-4 صحيحه ولا لا، واش ممكن نعتمدوا عليها ولا لا، فهادشي اللي غادي نشوفوه غدا. غادي نكتفي بدوزيام شونس لهذا الرقم 8 ما كان دوزيام شونس.
رقم 9 تيوغام هونغر ديال 4 سنين، هونغر اللي الا شفنا لوريجين ديالو ديال الدكتور دينو فغنقولوا انه عنده ان كارير في لوبستاكل، ولا كازاك ديال اونري دوفان فغنقولوا انه عنده ان كارير في لوبستاكل. مي فالحد الساعه باقي كنشوفوا في البلا هاد العوده هذا، عاود لي ريغولييه كيدير كاع لي كورس ديالو. بدايه كانت مزيانه في لي كانتي بلوس، شفنا في البري دي باك الكرون دي كاب ديال لي باك اللي كان في 17/4 سالا 4 بلا فالور ديال 36. دونك عاود لي كنظن انه يعني كيدير كاع لي كورس ديالو، فتا هو عنده اون توت بروميير شونس غدا في الكانتي. كيفاش غادي تادابتا مع البروفيل ديال ليون باغي اللي حنا نشوفو تا هو غدا، مي على حسب الشيء اللي قدامي فكيبان لي بروميير شونس تيوغام الرقم 9. رقم 10 اوتاماغو، هاد المال ديال 4 سنين، مال اللي في بدي ديال لاكارير ديالو فبداها في الالمان في البادن بادن، ولونترينمو ديال كارمن بوسكاي هاد المال هذا اللي غادي يدير غدا البدايات ديالو في لي زون دي كاب. فعاود لي تاهو كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر 11، شفنا لا رونتري ديالو في ليون باريلي في 26/4 فالور ديال 35.5 واش غتخلي لي ان شونس ولا لا. اتونسيون عاود لي شفت لي واحد لا كورس في الهامبورغ وكان ربح كنظن لي سدريس في الالمان في شهر 7 ديال 2021، واش عندها شي دلاله هذيك لا فيكتوار ولا لا؟ غادي نغامر ونعطي دوزيام شونس لهاد العوده ديال اللي ما عارفينش عليه شي حاجه صراحه كبيره في لي زون دي كاب. كيف ما قلت لكم سبق لي ربح لي سدريس في الهامبورغ في شهر 7 ديال 2021. دوزيام شونس اوتاماغو رقم 10. رقم 11 بال مورال، هاد الهونغر ديال 4 سنين، ومره اخرى لونتر ديال جون بيير غوفان. هاد الهونغر هذا اللي شفناه كان بارمي لي غون فافوري ديال لا كورس ريفيرونس 14/4 في لي بودروم ديال ليون باريلي في هاد الباركور ديال 2400 متر. دونك شفناه مشى مع كريستوف سوميو، وكنعرفوا ان كريستوف سوميو كي ريسبكتي وكيحترم يعني الخيل، فبان لي على انه ما يقدش انه يسالي في لاريفي، فدونك خلاه سالا على الريتم ديالو وسالا في لا 6ييم بلاص بلا كوت ديال 3.8 كونتر 1. دونك عاود لي هاد المره ما غاديش يستافد من لامون ديال كريستوف سوميو، ما عرفتش يعني واش عنده شي مشكل، لانه لونطوغاج ديالو كيتكلم ان لا ديرنيغ كورس اللي كانت ديال 14/4 اكتشفوا انه كان عنده امتي بروبليم، هذاك الشيء علاش ما داش لا كورس ديالو. واش كلشي دابا تقاد واش رجع لا فورم ديالو؟ حتى هو هادشي اللي غنشوفوه غدا. غادي نكتفي بدوزيام شونس بالمغال رقم 11. رقم 12 شوت دي بوكس، هاد الهونغر ديال 4 سنين، ولا كازاك ديال اغا دو لا غوسخي. دونك هاد الهونغر هذا اللي تا هو يعرف واحد المده طويله، هو موقف لا كومبيتيسيون من شهر 6 ديال العام اللي فات لشهر 4 ديال هاد العام. عاود اللي شفناه تا هو عنده دي كورس مقبولين، شفنا كياخد دي بلاس في دي ليست دريس، جرى دي غروب منهم دي غروب 3 دي غروب 2، دونك بان على انه عاود اللي عنده لا كاليتي. شفنا مره واحده في لي كانتي، كان في الكانتي ديال شهر 6 ديال العام اللي فات ب 39.5 د فالور، سالا نون بلاسي دونك ما داش لا كورس ديالو، لا فالور ديالو تحسنات بزاف، فدابا راه هبطات ل 35.5. فمره اخرى كنعيطوا على فرانك بلونديل اللي كيبقى جوكي اللي كنشوفو بزاف كيركب لهاد لا كازاك هادي ديال اغادو لا غوسخي. غادي نطوطي بروميير شونس اون كاد سوربريز من هاد الرقم 12 شود بوكس رقم 12. رقم 13 جو ويد وين، هاد المال ديال 50 اخر باتون ديال جون بيير غوفان. هاد المال هذا اللي شفناه في شهر 10 ديال 2019 في البدايه ديال لا كارير ديالو، كان سالا 4 وكان دار بدايات في هاد التيران هذا، وكان ربح لنا بالمناسبه الرقم 8 اللي ربح اليوم الكانتي لو بريزيدون اللي شفناه اليوم ربح لنا الكانتي بلس، فكان ربحوا لنا فلاش ديال 2 في 2019. دونك عاود لي تاهويا بدل بزاف تاع لي زيكوري، وبدل بزاف تاع بدل تاع لاكازاك ديالو، لان كان بدا بليكوري دي شارم، دابا راه ولات عنده لاكازاك ديال اوفنشتات. المهم عاود لي شفناه في لالين ديال 14/4 سالا 4، عاود لي تاهويا دار الفينيش ديالو وكان شويه بعيد، هذاك الشيء علاش سالا في لا 4 بلاص. فغادي نرجعوا للي كانتي فالور كنظن كتخلي ليه ان شونس، واش غادي تكون كافيه ولا لا؟ غادي نعطيه دوزيام شونس اون كادون بارتون هذا الرقم 13 جو ويد د وين. دونك كيف ما شفتوا راني غامر شويه مع الخير ديال جون بيير غوفان.
رقم 14 مول ستيب هونغر ديال 9 سنين هونغر اللي كنعرفوه مزيان في هاد لا كاتيجوري ديال اللي كانت بلس 39 كانت ديجا مجرهم في لا كارير ديالو هاد العود هذا مي هاد العام ديال 2022 فاش شفنا جوج ديال المرات فلي كانت لا صوت لا صوره كنعرفوا هاد العود هذا انه كيبغي لي تيغان لوغ ولا تيغان بينيبل وكيبغي يعني شتا وكيبغي لي هاد لي كونديسيون هما اللي كيجرب فيهم مزيان دونك غدا غادي يكون تيران بون سوبل ولا ناشف يعني واحد شويه ما غاديش يقد يكون على اللوغو ديالو نقدو نزيدو على انه ما عرفناش لا فورم ديالو فين كاينه فلوجيك غادي نطونطي دوزيام شونس لهذا الرقم 14 مول ستيب. رقم 15 ميساك ميكي هاد الهونغر ديال 4 سنين هونغر اللي غادي يدير لا غونطري ديالو من شهر 12 ما شفناش لا كومبيتيسيون مره اخرى ستيفان باسكي غادي يكون في البات تابلو كنعرفوا ان ستيفان باسكي في هاد لي فالور ولا في هاد البيتي بوا وفي هاد الوزن هذا فكيكون يعني غود طابلو شفناه اليوم في الكانتي كيفاش انه خاد ان بلاس في لا كومبينيزون غانيو ديال الكانتي. المهم رجعوا لهاد الرقم 15 العود ديال فالاك لوكا لونترينور تشيكي غادي نطونتي نحطو باغمي لي مور هاد العوده هذا اللي كنظن انه ممكن يكون مزيان في لي بيست اونسابل في بغي ويكون مزيان في الرمله وممكن اننا ما فيزيناش هاد لا كورس معاه فباغمي لي مور ميساك ميكي رقم 15. إذن عاد نكملوا هاد الاناليز ديالنا مع رقم 16 سودون هاد المال ديال 5 سنين مال اللي حتى هويا وقف واحد تقريبا واحد العام وموقف لا كومبيتيسيون من شهر 4 ديال العام اللي فات حتى شهر 3 ديال هاد العام ودار ان غونطري مزيانه في لي بودروم ديال ستراسبورغ وربح لا كورس ديالو في شهر 3 فكان اونديكاب وكانت بيناليزا وكنت تكلمت عليه صراحه في الاناليز ديال 8 ديال 18 4 في الكانتي بلس وقلت على انه لونطوغاج ديالو كيدير ديبلاسمون من ستراسبورغ لهاد الكانتي ديال سانكلو الا وان العود اون فورم هذاك الشيء اللي كان كونفيرما لينا واكد لينا لا فورم ديالو وخد ان ثوازيام بلاس فمره اخرى كان ديبلاساو به لا ريجيون ديال ليون باريلي ف ممكن على ان هاد العوده هذا باقي كيستافد من دي كونديسيون مهمه اللي هي لا فورم وهي لا فالور ديال 33 اونس فلوجيك بروميير شونس لهذا رقم 16 سودون. إذن أصدقاء متابعين المشاهدين ديال قناة اليوتيوب الأناليز ديال الكانتي ديالنا الخميس في البودغوم ديال ليون باغيلي راه سالات غادي تلقاو الاختيارات ديالي بالنسبة للتيرسي وبالنسبة للكانتي بلوس فالناس اللي تفرجوا في هذا الفيديو وعجبهم فممكن أنهم يدعمونا باللايك ديالهم ويدعمونا بالبارتاج ديالهم ويدعموا لاشين. الناس اللي عندهم اقتراحات ولا عندهم شي استفسارات ولا عندهم شي حاجة ما عجبتهمش فما كاين حتى شي مشكل يعني كتعرفوني أنني ديما سبور معكم أنني ديما لايت وما عنديش مشكل من هاد المسائل هادو فكنقبل جميع الاقتراحات ديالكم. فكان معكم عصام نتلقى في اناليز واحده اخرى باي باي عليكم وبون شونس للجميع باي باي.